الكورنر اوبشن. يوجد الامر كورنر اوبشن في قائمه اوبجكت، اوبجكت كورنر اوبشن. وهو مسؤول عن تغيير شكل حواف الصورة. شكل الأركان، ربط الأربع أركان ببعضها وحجم ركن الصورة. راح نلاحظ هذا المربع الأصفر داخل والذي من خلاله يمكننا التحكم في أركان الصورة عندما نضغط عليه كليك ونحركه يمين ويسار. لينكد والإمبد. عندي باللينكد والإمبد كلمتين في غاية الأهمية، ويجب معرفة معنى وأهمية كل منهما. ما معنى أن الصورة لينكد أو إمبد؟ لينكد الصورة لا زالت مرتبطة بالفوتوشوب ويمكن تعديل عليه، لكن الصورة ليست جزء من ملف الإنديزاين، والمشكلة هنا أننا مضطرين لنقل الصور مع ملف الإنديزاين. أما بالإمبيد الصورة أصبحت جزء من ملف الإنديزاين وغير مرتبطة بالفوتوشوب، لذلك لا يستلزم أن ننقل الصور مع ملف الإنديزاين من مكان لمكان. قائمة ويندو لينكد بانل أو لينكز، تحتوي لينكز بانل على كل الصور الموجودة في التصميم، تعديل على الصورة بالفوتوشوب، تحديث أي تعديل يحدث بالصورة، تنشيط الصورة بالتصميم، واستبدال الصورة الموجودة بصورة أخرى. التفاف نص حول صورة تكست تريم. معنى كلمة تكست تريم هي التفاف نص حول صورة. خطوات: نختار أداة إليبس فريم تول ونرسم إطار على شكل دائرة. من قائمة فايل نختار الأمر بليس لإدخال الصورة. من قائمة فايل نختار الأمر بليس لإدخال ملف كمان لإدخال ملف وورد بليس.
فايل بليس ونختار ملف الوورد.